انا اشرف محمد ابو هيكل، زي ناس كتير تمنيت اني اتحكم بالوقت، بس فرق انا بروجرامر، فاخترعت ابلكيشن اسمه سبيس تايم كنترولر. ايه يا اشرف، اتاخرت عليا ليه؟ البحر كان زحمة. الحمد لله. اتفضل يا اشرف، بيتك مطرحك. زيد فضلك يا حبيبي. وانت عامل ايه؟ الحمد لله. كويس؟ الحمد لله يا حبيبي. تسمع نكتة؟ اتفضل. مرة واحد دخل محل بتاع تلفزيونات، سأل الراجل عندك تلفزيونات بألوان؟ قال له اه. قال له هات لي واحد اخضر. وبعدين يا عمي شفت يا عمي. انت فاهمني؟ اه طبعا طبعا طبعا. ممكن اسالك سؤال؟ طبعا. لو كان عندك القدرة انك تتحكم بالوقت هتعمل ايه؟ اتحكم بالوقت؟ بص، اجيب حاجة غيرت العالم وانسيبها ليه. اه فل. ما تيجي نشوف حاجة على التلفزيون. ماشي. حلاوة سبريد. Damn, it's good. نتيجة الخيال اللي أنا عملته في مجرى الزمن. تقدر تقول إن أشرف أبو هيكل اتمحى من الوجود. أو ما اتولدش أصلا. الزمن زي النهر بيجري في اتجاه واحد. محدش يقدر يعوم في عكس الاتجاه ده.